الفقرة 4-4 The MOSFET. والموسفت هو نوع آخر من أنواع الفت، من الفت يقسم إلى نوعين، الجيفت والموسفت. الجيفت يعتمد على مبدأ البي ان جنكشن، أي يعتمد على وجود ما يسمى بالانحياز نتيجة توليد جنكشن بين البي تايب والان تايب. أما الموسفت فلا يعتمد على هذا المبدأ تماما، لوجود مادة عازلة بين الجيت وبين الشانل اللي راح تتولد عندي، اي لا يوجد اتصال مباشر، الجيت معزولة، تكون الجيت معزولة، لا يتولد عندي جنكشن نتيجة الانحياز. هذا الموسفت هو مختصر للميتال اوكسايد سيمي كوندكتر فيلد افكت ترانزستور. ميتال اوكسايد لان المادة العازلة هي من نوع سيليكون دي اوكسايد، وهي عبارة عن طبقة او شريحة تعزل الجيت عن الشانل، القناة، والقناة هاي الشانل اللي هي واصلة بين الدرين والسورس. الموسفت يقسم إلى نوعين رئيسيين، depletion MOSFET وenhancement MOSFET. depletion MOSFET، depletion يعني يقصد الاستنزافي اللي يفتقر إلى الإلكترونات، والموسفت التعزيزي المتشبع بالإلكترونات. الديمو واختصارا يسمى بالديموسفت والايموسفت. بالنسبه للديموسفت الاستنزافي، تركيبه يتركب من القطعه الرئيسيه اللي هي اما تكون من بي شانل او ان شانل. اذا كان الموسفت من نوع ان شانل، من نوع ان شانل، القطعه الرئيسيه تكون من نوع بي، ويتم عليه عمليه دوبينج أو ديفيوجن للدرين والسورس على طرفي هذه القطعة. طلاب نلاحظ هنا شون بالنسبة هنا عندي N channel للدي موسفت نوعين، N channel و P channel. احنا راح نتكلم دائما عن ال N channel لان ال P channel هو يشابه ال N channel، ما عدا انه القطع كلها تنعكس بالعكس والانحيازات بالعكس من فولتيات وغيرها واتجاهات التيار. فبالنسبة للدي موسفت هنا يتكون قلنا من قطعة الان شانل، من قطعة بي سبستريت هاي الرئيسية، وثم يصير عملية دوبينج او ديفيوجن هنا من نوع ان تايب على طرفيها لتوليد الدرين والسورس، ويتم ربط الدرين بالسورس بايضا ان تايب، وهي قناة ضعيفة ضيقة بين الدرين والسورس. هذه القناة الفعلية الموجودة، وتكون معزولة هذه القناة عن الجيت بمادة عازلة من نوع SiO2، لا يوجد اتصال مباشر بين الجيت والشانل، وإنما تكون معزولة بمادة SiO2، لذلك يسموها بالميتال أوكسايد سيمي كوندكتر فيلد ترانزستور، فيلد إفكت ترانزستور. هذا الترانزستور من نوع دي موسفت يعمل بحالتين، يعمل بحالتين، حالة الدبليشن مود وحالة الانهانسمنت مود، يعني تو مود، الدبليشن مود والانهانسمنت مود. اذا الدبليشن موسفت يعمل بحالتين، بالدبليشن وبالانهانسمنت. الدبليشن يعمل بحالة الاستنزاف، والانهانسمنت يعمل بحالة التعزيز. عموما الترانزستور من نوع دي موسفت هو يعمل على الاكثر بحالة الدبليشن، ولكن هذا لا يمنع انه يعمل بالانهانسمنت او بالايمود. شنو الفرق هنا؟ الفولتية بين الجيت والسورس بالنسبة للان شانل، اذا نطي فولتية الجيت اقل من فولتية السورس، يعني سالبة الجيت نسبة للسورس، يعني الفي جي اس سالبة، فانه يعمل بالدبليشن. واذا كانت الفي جي اس موجبة فيعمل بالدي مود، بالايمود. اذا اذا كانت الفي جي اس سالبة فيعمل بالدي مود، وإذا كانت الـ VGS موجبة يعمل بالـ E-Mod. هذا بالنسبة للـ N-Channel Transistor. كلام هذا يعكس تماما بالنسبة للـ P-Channel. نجي إلى ما مقصود بالـ Depletion Mode، كيف يعمل هذا الترانزستور بالـ Depletion Mode. نلاحظ هنا حالتين، Depletion Mode والـ Enhancement Mode، هو نفس الترانزستور. إذا نطي هنا القطبية الـ VGG سالب موجب، بحيث السالب يروح للجيت فيسموه depletion mode، وإذا الموجب مال المصدر يروح إلى الجيت يسموه enhancement mode. خلينا نشوف شنو فرق depletion mode عن enhancement mode.
بالنسبة للطرف السالب من المصدر راح يجعل الجيت سالبة، وإذا هاي الجيت سالبة راح تسحب الإلكترونات طبعا قبل ما نشكل أي مصدر. لو كان جهد صفر فهذا الجيت راح يكون جهودها صفر، وتكون القناة مفتوحة 100%، ويكون أعلى تيار المر به هذا بين الدرين والسورس وقيمة اي دي دبل اس. عندما نزيد هاي الفولتية قليلا مثلا من صفر إلى ناقص واحد راح تتولد هنا قطبية سالبة بجهد معين، راح تسحب جزء من الإلكترونات من بقية المواد أو بقية المناطق إلى القناة، تسحب العفو تنفر الإلكترونات، العفو تنفر لهذه لما تكون بقطبية سالبة راح تنفر الإلكترونات من القناة إلى بقية المناطق، وبذلك راح تستنزف هذه القناة من الإلكترونات قليلا، راح يظل مكانها الآيونات، أي إنه هذه القناة راح يطرد منها جزء من الإلكترونات، ولذلك تقل توصيلية هذه القناة، وكلما قلت توصيليتها زايدت مقاوميتها وقل التيار المار بها. إذن التيار بالبداية عندما الفي جي اس يساوي صفر يكون التيار المار بين الدرين والسورس عبر القناة عالي ويساوي اي دي دبل اس. إذا زايدنا قليلا الفولتية راح يطرد جزء من الإلكترونات من هذه القناة، وبذلك تضعف القناة لتوصيع التيار وتضعف توصيليتها ويقل مرور التيار. وكلما زيدنا فولتية سالبة كلما استقطبنا نفرنا استنفرنا أو استفرغنا القناة من الإلكترونات إلى أن يوصل قيمة الإلكترونات الموجودة إلى أن يصبح التيار المار بهذه القناة صفر، أي تصبح توصيلية القناة تقريبا صفر نتيجة استنزاف هذا القناة من الإلكترونات، لذلك تسمى هذا بالديبليشن مود. إذن هذا الترانزستور يعمل بالديبليشن مود لأنه يعمل على استنزاف القناة من الإلكترونات وتقليل التوصيلية. الحالة عندما تكون القطبية موجبة سالبة، يعني الموجب يروح إلى الجيت يسموه بالإنهانسمنت أو بالإي مود. هذه القطبية الموجبة على القناة على الجيت راح تسحب الإلكترونات من القناة من بقية أجزاء الترانزستور إلى القناة، أي يزيد عدد الإلكترونات الموجودة بالقناة فتزيد توصيليتها عن القيمة الأولية. يعني التيار بالحقيقة عندما تكون الفي جي اس صار صفر فإنه الجيت متوازنة لا موجبة ولا سالبة صفر، وبالتالي القناة تكون متوازنة ويكون التيار المار بها أعلى تيار وقيمته اي دي دبل اس. وعندما نزيد الفولتية بالموجب راح تسحب هذه الجيت راح تسحب قليل من الإلكترونات من بقية أجزاء الترانزستور إلى هذه القناة فتصبح بها إلكترونات حرة، وبذلك تزيد قيمة التوصيلية ويزيد التيار فوق الـ ID دبل S، يعني يصعد الكير فوق الـ ID دبل S. وكلما زيدنا الفولتية كلما زاد التيار بعلاقة طردية عملية زيادة التيار فوق الـ ID دبل S وتوليد قناة بتوصيلية أعلى من توصيليتها الأولية يسموها عملية تعزيز القناة أو بالإي مود، لأن عززت القناة بإلكترونات بينما الحالة الأولية تم استنزاف القناة من الإلكترونات الحرة. فالإنهانسمنت مود يجب أنه إذا تكون القطبية موجبة للجيت بالنسبة للسورس حتى تعزز القناة بالتوصيلية. رموز الترانزستور هذا اللي هو من نوع اي موسفت والدي موسفت، العفو الدي موسفت اللي من نوع اي مود والدي مود بكل الحالات هو الترانزستور من نوع يسموه دي موسفت. والدي موسفت هو هذا رمزه يشبه الجيفت ولكن القناة تكون غير متصلة مباشرة بالجيت، يعني هذا الجيت غير متصلة بهذا الخط السميك واللي هو القناة، وإنما أكو فراغ، لذلك هذا الفراغ هو العزل، هذا الفراغ هو العزل، وهذا يكون السهم داخل هي الان شانل والسهم يكون خارج وهذا بي شانل، هو هذا رمز الدي موسفت. بالنسبه للاي موسفت، الاي موسفت يعمل بمود واحد واللي هو التعزيزي فقط، بالحقيقه الاي موسفت لا يحتوي قناه، يعني في عمليه تركيبه هذا هو الاي موسفت من مثلا للان شانل هو ويتالف من القطعه السبستريت الرئيسيه كما قلنا من البي من نوع بي تايب، ويسمى عمليه ديفيوجن في اطرافه من نوع ان تايب اللي هي الدرين والسورس، ولكن لا نكون قناه بين الدرين والسورس، يعني لا تكون في البدايه متكون قناه، لا توجد قناه اصلا في الاي موسفت.
وانما الفي سبستري من نوع بي تتصل بالجيت عن طريق العازل، يعني تتصل بالعازل اس اي او 2 بشكل مباشر، لا توجد قناه بين البي سبستريت ولا اس اي او 2 كما ذكرنا سابقا، لا توجد قناه. زين، كيف تتولد هالقناه؟ لما نعطي قطبيه موجبه فقط، يجب ان تكون قطبيه موجبه في حاله الان شانل، يعني هذا الشانل راح تتولد هي من نوع ان شانل، نوع ان تايب، فهاي القطبيه الموجبه راح تولد الجيت، راح تكون قطبيتها موجبه، وبذلك تسحب الالكترونات من البي والان من كل مكانات موجوده في الترانزستور باتجاه القريب من العازل، وبالتالي راح تكون المنطقه القريبه من العازل بها توافر من الالكترونات، فراح تحث هذه العمليه او هذه الفولتيه الموجبه راح تحث قطبيه سالبه نتيجه تكون الكترونات قريبه من العازل. ها، مجموعة الالكترونات راح تولد لي منطقة من نوع ان تايب، او تحث منطقة من نوع ان تايب، وهي قناة ضيقة مجاورة للعازل، اين القناة غير موجودة لو كان المصدر في جي جي غير موجود، وانما تتولد اي تحتث، فاذا الترانزستور هذا لا توجد به قناة حقيقية وانما تتولد. طبعا الفولتية عندما تكون صفر لا توجد قناة، عندما تكون واحد فولت لا توجد قناة، وهكذا الى ان نوصل فولتية معينة، يعني نفرض 5 فولت، هاي الفولتية تكون كافية لجمع الكترونات كافية لتوليد قناة. اذا يجب ان تكون بعد فولتية معينة يا الله تتولد عندي القناة. هذه الفولتية يسموها فولتية الثريشولد، اي انه بعد جهد معين يا الله تتولد قناة، يعني من الصفر مثلا للخمسة فولت ما تتولد، وراء الخمسة فولت تتولد. اذا عندما تكون قطبية هذا الفي جي جي سالبة لا تتولد، وعندما تكون موجبة يجب ان تكون اكبر من قيمة الثريشولد يا تتولد قناة عندي. هذا هو رمز الايموسفت. شوف هنا القناة تكون مقطعة، يعني يشبه الرمز مال الديموسفت. شوف الديموسفت فقط القناة هذه اقطعها 3 قطع، يعني لا توجد قناة وانما يتم حثها، والسهم داخل هذا للان شانل والسهم خارج هذا بالنسبة للبي شانل. الصفحة 58 تجاوزناها، ما نحتاجها، ما نحتاج تفاصيل الباور موسفت ولا الدبل جيت، يسول على الترانزستور دبل جيت. نجي بالنسبة للخصائص للترانزستور الموسفت، احنا اخذنا خصائص الجيفت سابقا، نجي الى خصائص الموسفت. الموسفت بي نوعين، بي دي موسفت وبي ام اي موسفت. خصائص الخرج تكون بين فولتية الخرج وتيار الخرج، بين فولتية الخرج اللي هي الفي دي اس وتيار الخرج اللي هو الاي دي. اما خصائص النقل هي تكون بين فولتية الخرج، بين تيار الخرج وفولتية الدخل، بين تيار الخرج وفولتية الدخل. خصائص الخرج بين الخرج والخرج، بين فولتية الخرج وتيار الخرج، وخصائص النقل بين فولتية الدخل وتيار الخرج. بالنسبة للخصائص مال الديموسفت تشبه الى حد كبير خصائص الجيفت، يعني الديموسفت يكافئ الجيفت. شوف الخصائص نفسها لحد نقطة الـ ID double S، لحد شوف الجيفت يوصل من الجي اوف الى الـ ID double S، وبعدين ما نكمل بالقيم الموجبة، الترانزستور لا يعمل بالقيم الموجبة بالنسبة للان شانل. ليش؟ لان نحتاج انحياز عكسي سالب بالنسبة للجيفت. بالنسبة للديموسفت قلنا يعمل مودين عندما الفولتية سالبة من الصفر باتجاه الماينس في جي اس، ويعمل بفولتية موجبة من الصفر واكبر، وبالتالي تلاحظ التيار موجود بالجزء الموجب، بالجزء السالب وبالجزء الموجب، اكو تيارين. فهاي الخصائص من الماينس في جي اس اوف لغاية الصفر عندما الاي دي يساوي الاي دي دبل اس، هاي الخصائص امنا هنا تمثل الجيفت، من نكمل بعد الصفر راح تمثل الديموسفت، اي ان الديموسفت هو نفس خصائص الجيفت، ولكن اضافة هنالك تيار يوجد يتولد بالقناة اعلى من تيار الاي دي دبل اس. عندما تكون الفي جي اس يساوي صفر فإن التيار يساوي اي دي دبل اس، وهو ليس على تيار كما هو في حالة الجيفت. وعندما تكون الفولتية في جي اس تساوي في جي اس اوف، تقطع القناة يصبح التيار صفر. وطبعا هذه الخصائص هي البي شانل، وهي معاكسة تماما للان شانل. بالنسبة للاي موسفت يختلف تماما، لا يعمل الا مود واحد فقط للفولتيات الموجبة بالنسبة للان شانل، وبالنسبة للبي شانل بالعكس الفولتيات السالبة. احنا ناخذ فقط الان شانل قلنا حتى لا يصير عندنا ديفيوجن بالشرح. بالنسبة لل
للديمو للايموسفيت يعمل فولتيات موجبه، ويجب ان تكون فولتيه الفي جي اس اعلى من الثريشولد، قبلها ما راح تتولد، ولا بالسالب ما يشتغل. اذا بالسالب ما يشتغل بين الصفر والفي جي اس ثريشولد لا يعمل، بعد الثريشولد يعمل بخاصيه نقل. هذه الخاصيه ايضا علاقه اسيه طرديه بين الفولتيه والتيار. طبعا العلاقه هي هاي اي يساوي كي في جي اس ناقص في جي اس ثريشولد تربيع، يعني علاقه تربيع، وتشبه هي العلاقه بالمعادله 4-1 اللي شرحناها سابقا، واللي هي الاي دي يساوي اي دي دبل اس 1 ناقص في جي اس على في جي اس اوف تربيع. ذيك خاصه بالجيفت وخاصه بالديموسفت، اما الان هذه المعادله خاصه فقط بالايموسفت، فقط بالايموسفت. بالنسبه للكي هذا ثابت، والجي طبعا هذا الكي ممكن انه ناخذه من الداتا شيت لكل ترانزستور، او ممكن نستخرجه الكي يساوي اي دي على هذا التربيع عند قيمه التوصيل، بعدين راح نذكره في لاحقا. بالنسبه جي ثريشولد ايضا تعطى هذه معلومات بالداتا شيت. بالنسبه للانحياز، مثل ما جيفت عنده انحياز، الموسفت ايضا عنده انحياز. بالنسبه للموسفت عنده ثلاث انواع من الانحياز، هي الزيرو بايس والفولتج ديفايدر والدرين فيدباك. زيرو بايس والفولتج ديفايدر والدرين فيدباك، هذه الثلاثه انواع من الانحياز كلها تكون موجوده بالديموسفت. يعني الديموسفت هذا الترانزستور ممكن ان نعمل به ثلاث انواع من انواع الانحياز، الزيرو بايس والفولتج ديفايدر والفيدباك. اما الايموسفت لا يمكن ان نعمل الا بنوعين الايموسفت، وهو الفولتج ديفايدر والفيدباك، كلها درين فيدباك، ولا يعمل الايموسفت بالزيرو بايس. بالزيرو بايس، شوف بالنسبه للدرين الديموسفت بايس هذا يسموه زيرو بايس. ليش سميناه زيرو بايس؟ المدخل راح يكون قيمه مقاومه هي ار جي، وهذه الار جي عاليه جدا، فرق الجهد على طرفيه راح يكون صفر، وبالتالي جهد الفي جي راح يصير صفر، وعد الاس ايضا صفر، لذلك فولتيه الادخال راح يكون يساوي صفر، لذلك ما سموها بالزيرو بايس. هذا النوع سموه بالزيرو بايس. بما ان فولتيه الفي جي اس صفر، احنا نعرف من الخصائص اذا كانت فولتيه الفي جي اس صفر فالتيار يساوي لنا اي دي دبل اس. اي دي دبل اس، لو دخلنا اشاره هنا هذه الاشاره راح تدخل على الجيت وتخرج من الدرين او من السورس او المهم اي نوع من انواع الربط. هذا بالنسبه للانحياز. طبعا هنا الفي دي اس يساوي في دي دي ناقصا اي دي ار سي، يشبه المعادله هاي معادلة الترانزستور العادي اللي هي الفي سي سي، الفي سي اي يساوي في سي سي ناقصا اي سي ار سي، نفسها تشبهها بالضبط. هنا بما ان كانت الفي جي اس تساوي صفر، فاذا التيار يساوي اي دي دبل اس. اي دي دبل اس. بالنسبه للموسفت اي، بما انه الموسفت اي احنا قلنا لا يعمل الا بفولتيات موجبه اعلى من الصفر، وهي قيمتها اعلى من الثريشولد، اذا ما يصير تخلي فولتيه الانحياز الداخله صفر، ما راح يشتغل، لان يحتاج الى فولتيات موجبه واعلى من قيمه معينه، اذا الزيرو بايس ما يشتغل، اذا لو تخلي من نوع ديفايدر او فيدباك. بالنسبه للديفايدر، جهد النقطه هذه يجب بالتصميم ار1 ار2 والار دي ان تكون جهد النقطه في جي اعلى من الفي اس، اي موجبه بالنسبه للفي جي اس، وايضا هنا يجب ان يكون بالنسبه للفيدباك نقطه الفي جي هي اعلى من الفي اس حتى ينحاز انحياز العفو ليس وانما حتى يعمل كترانزستور من نوع اي موسفت ويعمل بالاي مود. بالاي مود بالنسبه للفولتيه الفي جي هنا نعرفه كما سابقا عمليه ديفايدر رول، ان الفولتيه الفي جي هي الفولتيه الفي دي دي في ار2 على ار1 زائد ار2. هنا ما نحتاج الى شرط التقارب، هل انه ممكن نطبق فولتج ديفايدر او ما نقدر، مباشرة نقدر، لأن مقاومة دخل الترانزستور كبيرة جدا وهي أكبر من 10 أضعاف الـ R2، فمباشرة نقدر نطبق هذا القانون. بالنسبة للفيدباك، عندي هاي المقاومة عالية جدا، إذا فرق الجهد على طرفيها صفر والتيار المار بها تقريبا صفر، لذلك جهد هذه النقطة اللي هي درين هي نفس نقطة السورس. لذلك في جي اس راح يساوي في دي اس. في دي اس، فالفي جي اس نفس الفي دي اس، واذا طلعنا الفي دي اس ممكن نطلع قيمه المقاومه ار بالديزاين ساوي في دي دي ناقصا في دي اس على الاي دي. ايضا في هذا الفيدباك في دي اس يساوي لنا الفي جي اس،
هاي خلي بالكم هاي بحالة الفيدباك. وقانون عد التربيع هو هذا القانون الخاص بالإيموسفت، فقط هذا القانون يستخدم.